عبد العزيز البكر وللخبراء في الاستوديو. عشاق كرة القدم، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم في اس اس سي وشاهد في اي بي، وهيا بنا معا لنعيش جولة جديدة من جولات دوري روشن الفريدة. هيا بنا إلى مدينة الملك عبد العزيز الرياضية هنا في مكة المكرمة. الفارس القادم من نجد وسط حضور جماهيري نصراوي فخم جدا هنا أمام فرسان مكة العالمي بطل الشتاء. وبهذه الصورة إذ يحضرون ومن وقت مبكر جدا ترحيبا بالدون ورفاقه في هذه السهرة الكروية من دوري روشن. بطل الشتاء يبدأ مهمته بالدور الثاني أمام العريق الوحدة وسط أنصاره هنا في ملعب النار. جيرسون ليل رودريغيز اللاعب القادم من لوكسمبورغ، خطأ لمصلحة الدون، خطأ من نصيب كريستيانو في هذه اللحظات. الانطلاقة والتقدم الآن والكرة بتوصل من لاعبي على طول من جديد على الجهة اليسرى مشاريبوف بالنسبة لعدم الاشتباك، لكن الآن كرة بتوصل هذه المواجهة وبالتحديد انتظار الدون. الكرة بتوصل، وصلت الكرة كريستيانو للتهديف، التغطية حضرت في التوقيت المناسب من أوسكار دوارتي. ينجح في التقييم العام للدور الأول، كرة بتوصل، لكن لا شك أن غياب تاليسكا اختبار حقيقي لديه. كريستيانو رونالدو يتطلع لثاني أهدافه مع النصر بعد أن سجل في المباراة الماضية، الآن يسدد كرة اسطد وتصل إلى ركل الزاوية بعد أن نجح الجدار الأحمر. طب ترسل على طول، محاولة تسديده، الله يا جيرسون، الله على كرة أنقذها القائم يا نواف، أنقذها القائم يا عقيدي. الأخطر في المباراة، لمسة باتجاه غريب باتجاه الدون، بيسدد، الله كالقمر لا يغيب مطلقا. اي والله هو كالقمر لا يغيب مطلقا بالاسم والتاريخ والشخصية والتأثير والأهداف أيضا. صاروخ النصر بدأ بالقصف، بدأ بالعظم وبالأرقام. كريستيانو رونالدو أبدا بكرة خطوات رائعة مع غريب، ضرب فيها الدفاع الوحداوي وعفو على كرته، ما طالت، ما زالت في الصندوق والتغطية حظ. أنا العالمي، أنا النصر، والنصر أنا، وقد انطلق على طريقته الخاصة بهكذا ضربة. صاروخ النصر لإضافة الثاني، الكرة بتوصل على طول، إبعاد موفق للجوار. ماذا يقدم كريستيانو رونالدو في هذه اللحظات؟ لقطة معبرة للأمانة. جاءت العرض الهجومي الكامل، الكرة بتوصل على طول، لفيت مقابل لا شيء، كرة بتوصل على طول إلى الله. نصر الدون،
جون. هكذا وبهذا الصوت سي مرة أخرى. الله 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 الله. أنت التاريخ، أنت التاريخ، أنت التاريخ. إن في النصر لحياة، حياة. الله غريب. سامي ثم كريستيانو انطلق كالصاروخ وضرب بالتالي. الله الله الله. إنه الدون العالمي. النصر أنا عالمي. واهميا للتقدم أكثر. ماشا بيحافظ على كرة مقطوعة. في النهاية وسط صيحات الجمهور والدون، كرة على طول للجهة اليسرى. جيرسون ليل رودريغيز بيحاول ليسجل هدفين ويعلن لقد بدأ نصر الدون. هذا الإعلان يتواكب مع رغبة النصر بالذهاب بعيدا في هذا الموسم مع كريستيانو. سجل هدفين وينتظر قرار سلطان الحربي. ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء، هكذا احتسبت. الدون رابع أهداف في الدوري، يأخذ أنفاسه وينتظر إشارة سلطان. سلطان المساء كريستيانو رونالدو يتقدم ويضع الكرة. نعم نعم نعم. هيا بنا إلى رونالدو، كريستيانو رونالدو. نعم نعم نعم. هكذا إذن يظهر ويتقدم كالشمس في هذا المساء لا تغطى بغربال. لقد محى الليالي وتلعلأ في السماء. يتقدم السوبر، السوبر. السوبر هاتريك للساعة الرائعة التي ترك كريستيانو رونالدو. الله الله يا نصر الدون. الله الله.